مساء الخير. لاقونا على الساحة. هذه المبارزة العونية في الشارع جعلت التيار الوطني حرا في قيادة المسار السياسي، وأعطته لونا أرجوانيا جديدا في وطن الألوان الصارخة والمقررة. العونيون مناصرين وقيادات وزراء ونوابا نزلوا باندفاعة كبيرة وتمكنوا من أحكام الطوق على المفارق والساحات وصولا إلى وسط البلد، وفي لحظة قرار صارت المدينة برتقالية تعلوها قبعات وأعلام التيار في تحرك تفوق على ما سبقه من تظاهرات أمام السرايا. مواقف القيادات العونية في تظاهرة اليوم: رفضت أن تحصر المطالب بالاعتراض على التمديد لقائد الجيش، فوسعت الأهداف والتقطت رنين الشارع لتحول ماضي العراق السياسي إلى مضارع. وزمن الشارع اليوم لم يعد كما قبله، وعلى الحشود يجري التفاوض، ويثبت ميشيل عون أنه رمز قادر على فرض شروط وتبديل قواعد اللعبة التي ستختبر أولى تجاربها في جلسة مجلس الوزراء المفترضة غدا. سار عون بعون الله، فيما شكوى رئيس الحكومة إلى غير الأردن مذلة. حمل تمام سلام هموم بلاده إلى عمان، ونقل إلى الجالية اللبنانية هناك ما قال إنها أوجاعنا وألامنا ومصائبنا، من الشغور الرئاسي إلى تعطيل السلطة التشريعية والشلل الذي يضني الحكومة، وأفرغ ما في قلبه من غضب على ما سماه النفايات السياسية والعضوية والاقتصادية والاجتماعية. لكن رئيس الحكومة لم يضم الشكوى الصحفية إلى خطابه، حيث ما زال وطن القلم والحرف وعاصمة الإعلام يبيع ويجير انتخابات مهنة الحبر، من نقابة الصحافة الممسوخة مع نقيب غير ذي صفة إلى نقابة المحررين التي حكمها السلطان ملحم كرم أكثر من 40 عاما، ثم أورثها القرار السياسي إلى النقيب اليسعون الذي سقط سهوا. ولأننا شعب يتوق إلى الانتخابات مع حرماننا صناديق الاقتراع، فقد اعتقدنا أن في نقابة المحررين انتخابات نزيهة يتنافس فيها أرباب المهنة الأصليون، لكن العملية الديمقراطية انتهت إلى نتيجة هي بنت عم التمديد. هي نهاية يوم بدأه ميشيل عون ونهاية مهنة يتمدد فيها الياس عون. نفير التيار الوطني الحر، تجمعات، قطع طرقات ومسيرات سيارة وصولا إلى قلب بيروت. تقرير نانسي السبع. دقت ساعة الشارع، العونيون لبوا النفير، فنزل التيار على الأرض مدججا بشعارات من صلب الواقع اللبناني: الثورة البرتقالية على كل شيء، النظام، الفساد، السلطة ومخالفاتها. تحرر ما بيخلص بنهار وبيومين، ما بيخلص يمكن بمظاهرة ومظاهرتين، مسيرة طويلة. قبل 15 سنة ضلينا ننزل، وصلنا بعد 15 سنة، الكل تضحكوا علينا، عم بقول لك اليوم نحن يمكن تكون البداية، إن شاء الله بتخلص المرحلة بسرعة. علم الجيش اللبناني حضر إلى جانب علم التيار، فالعسكر البرتقالي يشدد على دعم المؤسسة العسكرية على الرغم من الخلاف على التمديد لقائدها. ولئلا يتحول لبنان إلى بلد القمامة والظلام والتصحر، انتفض العونيون. اليوم عم نناضل كشباب التيار الوطني الحر، وبكره بنناضل بمجلس الوزراء. عم بيقولوا لكم ليه ما بتستقيلوا من الحكومه؟ مع الوزير عم بيسالوا دائما ليش وزراء التيار ما بيستقيلوا من الحكومه اللي وصفتوها حكومه نفايات؟ لانه هيدا البلد لالنا، وهيدي الحكومه لالنا، وباقيين فيها وباقيين بالبلد، وكل شيء لازم نعمله بكل مرحله تيكون نضالنا افعل لحنا. فتنا اليوم رساله لكل الشباب، لكل اللي كانوا، لكل اللي بعدهم قاعدين ببيتهم، لكل اللي عم يترددوا بعد، وللي كل اللي عم بيشككوا، الدعوة واضحة. أما أن نكون أو لا نكون، ما بقى في عنا حلول تانية. هناك طبقة سياسية تستبيح كل شيء، نحن اليوم تنوقفها على حدودها ترد الحق لأصحابه. ليش مش قادرين تقولوا بدنا نسقط حكومة؟ في البعض بيقول لأنكم أيضا أنتم بتعرفوا أنه الخارج لن يسمح لكم بذلك. إذا سقطنا هاي الحكومة وإجت حكومة تانية بنفس طريقة العمل رح نوقع بنفس المشكلة. نحن بدنا نسقط يلي عم يعتدوا على النظام، بدنا نسقط يلي عم يعتدوا على الدستور. هذا الهدف الأول تبعولنا، قانون انتخابي عادل، إجراء انتخابات، ومن ثم استعادة كل السلطة عبر الشعب اللبناني. وحين اكتمل النصاب في مقر الأمانة العامة،
أعلن المنسق العام للتيار وجهة التظاهرة. نحن نتلاعب القوات المسلحة، هودي أهلنا وإخوتنا، هودي مهمتهم يحمونا ويأمنوا سلامة المظاهرة ونطالب بحقوقنا. نحن هلأ متجهين على ساحة الأبطال، على ساحة الشهداء. إلى ساحة الشهداء حيث ذكريات النضال ضد الوجود السوري اتجه العونيون. يا شعب لبنان العظيم! بياخدوا القرارات واللي عاجبه بيمشي واللي ما عاجبه بيمشي. هيدا الزمن تغير. أنا عامل لك اليوم بمجلس الوزراء، بدهم يسمعونا، بدهم يحكونا، بدهم يسمعونا. نحن عم نسمعهم، بدنا نحكي معهم. ما في غير حل، شراكة هو عنوان الحل بهالوطن. أولويتنا هي المشاركة الوطنية. يا في بلد له مساء، له عقد اجتماعي على أساسه نحن كلنا متفقين كشعب لبناني وعلى أساسه بدنا نبني دولة لبنانية أو بلا، يعني يا نقول أنه لا نحن مش قادرين نعيش مع بعضنا، وساعتها كل طرف يعرف حاله شو بده يعمل. ما نو شو ما صار، ونحن ما حدا يراهن أنه نتعب. نحن جميعا انطرنا 15 سنة بالمنفى قبل ما نرجع للبلد، ومستعدين ننطر هلا 15 سنة تانيين إذا اضطرينا لنسترجع كل حقوقنا. استرجعنا قسم منهم ورايحين لنسترجع غيرهم. وحياة اللي راحوا وبعدهم بالبيل، ورحمة اللي راحوا وبعدهم بالبيل، وحياة الصغار المجدهم جاي. وطني لبنان برجال رح منزنرك، بزنود رح منعمرك. هيدا الوعد، هيدا العهد، والله العظيم. وحضروا حالكم على التسونامي الجاي قريبا. في مطالب، في حقوق، انت شايف البلد واقف، العالم بلا شغل، ما في حكومة، ما في شيء عم ماشي. نحن عم نطالب بحقوق العالم مش اكثر ولا اقل. والله وصلنا تحت الصفر، بدنا على قليل نوصل للصفر. بدنا امن، بدنا نظام، بدنا امن، بدنا احترام، بدنا هالاشياء المبدئيه بدنا اياها معنا اياها. بالنسبه لهؤلاء حلم التحرر بعد التحرير سيتحقق، وتيارهم الذي دخل زواريب السلطه سيخرج. فعون راجع الى ارض المعارضه. نانسي السبع، قناه الجديد. النقيب الياس عون ولائحته يعودان إلى نقابة المحررين في انتخابات لا منافس فيها، وحملة نقابة المحررين تصدر بيانا تعلن فيه الاستمرار في العمل النقابي داخل نقابة محرري الصحافة اللبنانية واستكمال التحرك القضائي انطلاقا من قرار قاضية الأمور المستعجلة زلفى الحسن تعيين خبير محلف لمراقبة عملية الاقتراع ورصد المخالفات. اليوم النقابي الطويل كان محسوما منذ البدء، كيف لا وانتخاب نقابة المحررين تخوضها لائحة واحدة برئاسة النقيب الحالي الياس عون، على أن المعركة الانتخابية المحسومة سلفا لم تكن سهلة. مبايعة النقيب الجديد القديم ولائحته لم تمر مرور الكرام، انتهاكات ومخالفات بالجملة لم يسكت عنها الصحفيون أو ما بات يعرف بمجموعة قاطع انتخابات المحررين. تربع كل من الزملاء إبراهيم تسوقي ويوسف الحج علي وبسام القنطار على صندوق الاقتراع ووقفوا سدا منيعا أمام المنتهكين. المخالفات بدأت بفتح صناديق الاقتراع، وأولها عدم اكتمال النصاب القانوني. بلشت العملية الانتخابية الساعة 9 بدون ما يتأكدوا من أنه النصاب القانوني موجود. بحسب لوائح الشطب في 561 مقترع، مفترض 282 يحضروا عصر الأناس كلها تبلش العملية الانتخابية، رفضوا هالشي وبلشوا بمن حضر. النقطة الثانية، مرشح دياب، يوسف دياب، فات على النقابة بدفعتنا بسنة 2012، مادة 54 من النظام الداخلي لنقابة المحررين يلي عم ينتهك اليوم بكل مواده، بتقول انه ممنوع حدا يترشح لا على منصب نقيب ولا على عضوية نقابة الا اذا كان له 6 سنين. صار يلي اخذته العملية الانتخابية مسار خاطئ. نحن من الناس يلي كنا بنطمح انه هاللي مش نافسين على لوائح الانتخابية يكون في تنافس على برامج لتطوير العمل النقابي وتطوير نقابة المحررين، الا انه اكتشفنا انه المسار اللي اخذته العملية الانتخابية للأسف بقرار من نقيب الياس عون يلي فتح بازار سياسي على موضوع الانتخابات، دخلنا بمزيد من الشرخ، مزيد من الانقسامات بالنقابة. المخالفات القانونية لم تقتصر على ذلك فقط،
بل استمرت مع استمرار عمليات الاقتراع، وأبرز الانتهاكات سقوط اسم النقيب شخصيا عن جدول النقابة. يوصل النقيب المحررين لا يقترع، منشيك الجداول عنا نحن ومندوبينه بيطلع أنه النقيب مش على الجداول، يعني لعلها مفارقة إلهية لطيفة خدمة، النقيب اسمه مش على الجداول. قلنا له يا نقيب ما فيك تنتخب، متمتعين بحقنا القانوني. ما أثرت فيه هالورقة، أخذ الورقة حمل القلم سجل، سقط سهوا اسم المرشح النقيب الياس عون. قلت اللي بتصير اليوم أحدى الزميلات بتكون سقطت صوتها قبل ما نشيك لبطاقتها، بتطلع بطاقتها من العام 2014، هيدي الزميلة صوتها مش محسوب وصوتها بيهدد سلامة الصندوق كله وبيهدد نتيجة الانتخابات كله. على أن النقيب رد على كل الاتهامات الموجهة بالنفي تارة وبالاستخفاف بها تارة أخرى. وإذا كانوا مدراء مسؤولين هن تابعين لإلنا، بس هن عم ينتخبوا حتى لو كانوا يعني ينتموا لنقابة الصحة. لا لا، هذه مش واردة، هذه إشاعة راغدة درغام إعلامية مشرفة للبنان في الخارج، بيجي قال ما بيقبل باسبورة تفوت تصوت فيه. هل هي عضو بالنقابة؟ عضو بالنقابة ومتممة واجباتها. قال شو بده هويتها يا أخي، ما الباسبور اللبناني نصاب مكتمل، لو ما اكتمل النصاب ما بفتح الصناديق. أنا هيدي كلها إشاعات. هل صحيح أنه اسمك ما كان وارد على جدول النقابة وتم إضافته بإيدك؟ أنا سهوا ما دقوا لي اسمي. بس مش هذا يعني بخلاف النظام الداخلي؟ هلا مش خلاف، طالما القايم بالعملية أنا جيت مضيت سقط اسمي سهوا ومضيت وخلصت القصة. على الرغم من كون فوز النقيب عون ولائحته كان مضمونا، على أن انتخابات نقابة المحررين تشهد وللمرة الأولى مراقبة قضائية بعدما عينت قاضي الأمور المستعجلة زلفى الحسن خبيرا محلفا لمراقبة المخالفات، وهي كثيرة، على أن يعمل بالتقرير بعد تقديمه في حال تقدم أي من الأعضاء والمرشحين بطعن في نتائج الانتخابات. عاش النقيب، عاش النقيب. آدم شمس الدين، قناة الجديد. وفاة طفل سوري في برج حمود احتراقا. الدرم تبع الإطفائية لندقل. هربوا من الموت لتلاحقهم المصائب، عبارة متنا نستخدمها دائما في وصف وضع اللاجئين إلى لبنان، ربما لأنها أصبحت واقعا يعيشونه. ففي برج حمود عاش أحد الشوارع ساعات صعبة عندما شب حريق في الطبقة الرابعة من أحد المباني التي تقطن بها عائلة سورية منذ أشهر. ففي أثناء محاولة أم لثلاثة أطفال إخراجهم من المنزل استطاعت إنقاذ ولدين وعادت لتخرج طفلها الصغير، لكن الباب أغلق بفعل قوة النيران فعلقت في الخارج وتوفي طفلها في الداخل حرقا إلى أن وصل الدفاع المدني. شفنا مرأة عم تركض لبرا ولا عم تحتل بيتها، وجرت سألنا شو القصة، قالت لي كانت نايمة وفاقت وخلصت ولدها لبرا، عندها ثلاث أولاد، ضل الطفلة جوا هي ومجرد عم تهرب لبرا، نار قويين عليها وسكرت الباب عليها، ما قدرت تفتح الباب على ثالث ولد، ضلت الطفلة جوا لبين ما يجي دفاع المدني وطفوها من ميلة البلكين من برا. شوي وصلت النار كبرت شوي صغيرة، نحن ما نوصل على الرابع ما قدرنا، النار وصلت على الباب الرئيسي، شوي دفاع المدني لما طفى خطف النار من برا، صارت النار يقوى لجوا، وهي اللي قوية النار ضلت الطفلة جوا. ما قدرت تطلع على الام لبرا؟ ما لحقنا صدنا، السبب صدنا بتنقال هي طفلة عمرها 3 سنين. وجرد هني بيقولوا مش نحنا، انه يمكن ديحة او شيء ينسي شيء النار، ما حدا معروف. الشباب الدفاع المدني هالموجودين عصنمتهم ضحوا ضحية يعني للموت، بس الاليات اللي موجودين النبريش كلهم فخطوا، هو الشباب تعذبوا عذاب غريب الشكل. انا بهني للشباب وبس، بس عيب شو مع دولتنا، يجيبوا اليات يجيبوا. حاولنا الوصول إلى العائلة المفجوعة بطفلها لكنها غادرت إلى أقربائها في النبعة، فيما جاء الصليب الأحمر ونقل الطفل المتوفي إلى مستشفى بعبدة. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يجول على المسؤولين في بيروت قبيل مغادرته إلى العاصمة السورية. تقرير رشال كرم.
استكمل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف جولته على المسؤولين، فالتقى نظيره اللبناني في قصر بستروس، ومن هناك أعلن مد يده للجميع في المنطقة لتهدئة النفوس والأحوال، في حين أمل وزير الخارجية جبران باسيل انفتاحا اقتصاديا وتعاونا على صعيد الطاقة والمياه والنفط والصناعة مع إيران بعدما زالت العقوبات عنها والحواجز التي منعت سابقا تعاونا كهذا. إضافة من الإرهاب يعاني من أزمة النزوح السوري، حيث نرى أن عودة النازحين السوريين إلى أرضهم إلى دولهم يمكن أن تكون المقدمة السياسية لأي حل سياسي في سوريا، ويمكنها أن تكون الدافع لوقف حمام الدم والدافع لخلق مناطق آمنة يعود إليها النازحين. النزوح أصبح مرادفاً لإلغاء التعددية لأن الأقليات من النازحين ترحل ولا تعود، وهنا موضوع الأقليات في المنطقة تقوم إيران بالجهود المشكورة في الدفاع عن حقوق الأقليات، ونشعر نحن بالاستهداف الدائم والممنهج لهذه الأقليات ولوجودها. فإننا مسؤولين جدا أننا سمعنا بأنه هناك منذ فترة قد بدأ الحوار بين المجموعات اللبنانية وهناك ساحة لتبادل الأفكار بخصوص القضايا العامة، ونتمنى إن شاء الله أن يستمر هذا الحوار، ونحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ندعم مطالب الشعب اللبناني في هذا المجال. أيضا نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية في لبنان، ولا نعتقد بأنه يجب أن تكون الساحة اللبنانية ساحة اللعب والتلاعب من قبل الدول الأخرى، فنحن نعتقد أنه هناك قضايا داخلية ولا بد من معالجتها من قبل الشعب اللبناني، ونحن نتوقع من اللاعبين الدوليين الآخرين أيضا ألا يكونوا عنصرا للعرقلة وألا يعرقلون الوصول إلى النتيجة، بل أنهم يسهلون هذا الأمر. نمد يد التعاون إلى جميع الجيران في هذه المنطقة، ونحن على استعداد لهذا التعاون، ونحن على استعداد لتبادل الأفكار وللقيام بعمل مشترك بين كل هذه الدول لمكافحة التطرف والإرهاب والطائفية. وعلى هذا الأساس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمد يد التعاون إلى جميع جيرانها، ونتمنى أن الشعوب في هذه المنطقة وكذلك الشعب اللبناني يجنون ثماراً طيبة من هذا التعاون. كذلك التقى ظريف رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى البحث في الشأن الإقليمي وسبل تحقيق الأمان والاستقرار والسلام في لبنان. نحن نعتقد أنه لابد لكل الجيران ولكل الدول الجارة أن تتبنى الحوار وتعاون في الواقع، ويكون الحوار والتعاون مدار اهتمام هذه الدول حتى لتحقيق المصالح المشتركة. الخلافات الداخلية الطائفية التطرف تعتبر التحدي الكبير ومن التحديات الكبيرة في هذه المنطقة، حيث لا يمكن القضاء على هذه التحديات إلا بمزيد من التعاون بين الدول فيها. وكان وزير الخارجية الإيرانية قد التقى في مقر إقامته في فندق فينيسيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، الذي أوضح بعد اللقاء أن الحديث لم يتطرق إلى تسليح الجيش، ولكن الجيش اليوم يمتلك الجاهزية والقوة وهو متماسك تماما، وأن عملية التسلح تأتي في المرحلة التالية وتعالج في حينها موضوع الهبة الإيرانية. وبعد مقبل التقى ظريف في فينيسيا أيضا فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث جدد التزام إيران القضية الفلسطينية والحق في المقاومة. وكان الدبلوماسي الإيراني قد اجتمع مساء الثلاثاء بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحضور السفير الإيراني في لبنان السيد محمد فتح علي والوفد المرافق، وجرى تداول آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمساعي الجارية للبحث عن حلول في غير ساحة وبلد، وكذلك في نتائج وأثار الاتفاق النووي على مجمل الأوضاع العامة. ومن دمشق أشار ظريف إلى أن المباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد كانت جيدة وتركزت على حل للأزمة السورية. وبعد لقائه الأسد قال: آن الأوان للاعبين الآخرين ولجيراننا يهتموا بالحقائق ويرضخوا لمطالب الشعب السوري ويعملوا من أجل مكافحة التطرف والإرهاب والطائفية. وبالتزامن قذائف في قلب دمشق توقع قتلى وجرحى وهدنة مؤقتة في الزبداني.
قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 60 آخرون إثر سقوط عدد من القذائف الصاروخية على العاصمة السورية دمشق، حيث تعرضت لقصف بأكثر من 40 قذيفة صاروخية استهدفت أحياء عدة في العاصمة أبرزها دمشق القديمة والعدوي والمزرعة في محيط مبنى السفارة الروسية والبرامكة وباب توما والقصاع. وسقطت قذائف في قلعة دمشق وقرب فندق دامروز وفي شارع بغداد والروضة ومدرسة جودة الهاشمي. واستهدفت القذائف منطقة المزة 86 والمهاجرين وأبو رمانة. وقال التلفزيون السوري الرسمي إن عددا من المواطنين بينهم امرأة قتلوا وجرح آخرون في قصف إرهابي على أحياء سكنية في دمشق. أبا أشتغل وجدت قذيفتها وجدت صاوبت وما بعرف شو صابني وجابونا على المشفى. بدي أظل أشتغل بس ذكارة لأنه الإرهابية ذبحونا ذبح بالقذائف. نزلت القذيفة بيني وبين 3 أمتار راح كذا زلمة وأنا أسعفت حالي بالسيارة. الله يوفقهم ولا يسامحهم يا رب، الله ينتقم منهم. وأكدت شرطة دمشق أن القذائف أطلقها جيش الإسلام من الغوطة الشرقية الواقعة على مشارف العاصمة، وقد رد الجيش السوري على مصادر القصف من خلال غارات نفذها طيرانه الحربي على مرابض الصواريخ في الغوطة، فيما حلقت الطائرات بكثافة في سماء دمشق. يأتي ذلك في وقت أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلين من تنظيم أحرار الشام من جهة والجيش السوري وحزب الله من جهة أخرى وقعوا اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في الزبدان والفواع وكفرية بشمال غرب سوريا. وقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الأربعاء. ولفتت مصادر إلى أن الهدنة جرت برعاية تركية وإيرانية، وكانت مفاوضات قد بدأت حول الزبدان في تركيا بين الجناح السياسي لحركة أحرار الشام ومندوبين إيرانيين عبر وسطاء تهدف إلى فك الحصار عن بلدتي الفوع وكفرية الشيعيتين في ريف إدلب المحاصرتين منذ 2 سنين في مقابل إيجاد مخرج لمسلحي المعارضة من مدينة الزبداني على غرار ما حدث في مدينة حمص. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قريب من المفاوضات قوله إنه جرت الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن هناك نقاط أخرى يستمر التفاوض في شأنها. حكمت المحكمة العسكرية في ملف معارك التبانة بالسجن 3 سنوات لكل من الموقوفين محمود بكداش ومحمد جمال حيلي وعبد الله مظهر الصباغ، كما قضت بحبس خالد جمال الراعي 1.5 سنة وأحمد بكداش 1 سنة. يوم حافل بالملفات الدسمة في المحكمة العسكرية ومعظمها يتعلق بالموقوفين الإسلاميين. أحداث باب التبانة بحنين انطلقت فيها المحاكمة، أما أحداث عرسال ومحاكمة سراج الدين زريقات وأعوانه المتورطين في تفجيري الطيون وظهر البيدر فتأجلت إلى مطلع العام المقبل. 7 موقوفين في أحداث باب التبان و8 موقوفين في أحداث بحنين بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة، أي الانضمام إلى الشيخ خالد حبلس. وما يجمع بين المجموعتين أن المستوى التعليمي لأي من الموقوفين لم يتخطى الصف 3 الابتدائي وأن معظمهم يعمل في مهن متواضعة. موقفو التبان وهم محمود وأحمد بكداش، محمد النحيلي، محمود الحلاق، خالد الراعي وعبد الله الصباغ، مثلهم مثل مئات الشباب الذين شاركوا في معارك التبان جبل محسن وحملوا السلاح بإعاز ودعم من مسؤولين في الحكومة اللبنانية السابقة والحالية. ركز العميد خليل إبراهيم رئيس المحكمة العسكرية على من أمد الموقوفين بالسلاح وعلى مسؤولي المجموعة ذاكرا 3 وهم زياد علوكي، أسامة منصور وشادي المولوي، وغلبت البساطة على معظم الإجابات. وكان لافتا بينهم الموقوف أحمد بكداش الذي سئل عن تاريخ ميلاده فأجابه بأنه لا يعلم ويمكن بالعشرينات، مؤكدا أنه أمي وأنه أعاد الصف الأول الابتدائي 5 مرات فتكحش بحسب المصطلح الذي استخدمه، معلقا أنه من تحت رأس خيي وأنا ما كنت أمشي معه من الأساس. وأضاف بكداش أنه وقع على رأسه من السطح منذ الطفولة ولم يحمل السلاح بحياته وهو معيل لوالديه، وطلب محاميه البراءة لأنه يحمل شهادة صحية بسبب خلل في نموه العقلي وأن شقيقه زج اسمه. كما طلب لجميع موقفي التباني البراءة.
موقف محنين الذين توقفوا بسبب لائحة الأسماء التي عثرت عليها القوى الأمنية في مكتب الشيخ خالد حبلوس لم يتم استجوابه سوى ثلاثة منهم، هم محمود موسى وحيد قبلاوي ومحمد نصوح. وأجل القاضي الجلسة من أجل إصدار مذكرة توقيف بحق كل من خالد كعكوش وظافر البحصة الذي تقاطعت أجوبة الموقفين باتهامه بأنه من كان يجندهم ويمدهم بالسلاح. واللافت أن الثلاثة تلعثموا في الإجابات وللأمانة كانوا يجيبون القاضي بإجابات عدة عن كل سؤال. يمنى فواز، قناة الجديد. الرئيس نبيه بري يشيد بمواقف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الدفاع سمير مقبل، يؤكد أن التمديد في قيادة الجيش جاء من باب تأمين استمرار عمل المؤسسة العسكرية. وأخبار أخرى في هذه البانوراما. أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي بزيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للبنان، منوها بالمواقف التي أدلى بها تجاه لبنان وبحرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الداخلي اللبناني واستقراره وعلى كل ما يتفق عليه اللبنانيون في كل الاستحقاقات. ونقل النواب عن رئيس المجلس قوله خلال لقاء الأربعاء أن 14 من تموز يوم توقيع الاتفاق يشكل نقطة تحول تاريخي ودولي سينعكس على المنطقة. اختتمت أعمال اللجنة العليا الأردنية اللبنانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ونظيره الأردني عبدالله نصور في العاصمة الأردنية عمان، إذ عقد لقاء ثنائي بينهما. وفي مستهل اللقاء أكد الرئيس سلام على أهمية مضاعفة جهود اللجنة العليا الأردنية اللبنانية لإرساء قواعد متينة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى وجود معضلتين أساسيتين في كل من لبنان والأردن، الأولى النزوح السوري الهائل والثانية المواجهة المباشرة مع الجماعات الإرهابية. وقال سلام إن مواجهة هذه الجماعات تحتم علينا عدم التهاون في التصدي الأمني المباشر لها واتخاذ إجراءات عملية من خلال تبني نهج الاعتدال السياسي والانفتاح الثقافي. ورأى سلام أن من بين أكثر الأسلحة فاعلية في هذه المواجهة القضاء على الفقر والجهل. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان وزير الدفاع سمير مقبل، الذي قال بعد الزيارة ألا خوف من انفراط عقد الحكومة، فكل الفرقاء والأفريقاء وعون لهذا الخطر. أنا زرت كل الزعماء السياسيين وكل رؤساء الأحزاب وحطيتهم بالوضع هذا من جمعتين، حطيتهم بالوضع اللي نحن موجودين فيه بالبلد وفهمناهم أنه في عنا تعيينات، وقلت لهم واضح أنا مع التعيينات، أنا مع التعيينات، بس اليوم إذا ما صار في توافق على التعيينات شو بنعمل؟ منوقف استمرارية المؤسسة العسكرية يلي هي بعد المؤسسة الوحيدة بهالبلد يلي هي متماسكة ويلي هي مجهزة ويلي هي خشب الخلاص، خشبة الخلاص بهالبلد. توفي الشاب الياس حنا 15 عاما من بلدة تلعباس في عكار بعد إقدام صديق العائلة وهو تلميذ حربية على إصابته عن طريق الخطأ برصاصة في رأسه فتوفي على الفور. من هم التركمان وما علاقتهم بتركيا وما دورهم في سوريا؟ تقرير ألين حلاق. أما هلا هيك تعودت أنت على المسدس، ماسك ولا المسدس؟ دق حزب النهضة السوري التركماني المقرب إلى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفير المعركة بإعلانه بدء التسجيل لتطويع عدد من شباب التركمان حصرا للعمل كشرطة وفي حفظ النظام في المنطقة الآمنة المفترض إنشاؤها شمال سوريا، ليتوافق بذلك وطموح تركيا إلى فرض منطقة آمنة على حدودها مع سوريا بدءا من الحسكة مرورا بحلب فأدلب. الخارجية الأمريكية خذلت تركيا وعرتها عند
ما أعلنت أنها لم تتفق وأنقرة على المنطقة الآمنة، ولذلك فقد وجدت تركيا ضالتها في تركمان الذين طالما دعمهم الحكم العثماني. والتركمان في سوريا هم مواطنون من أصل تركي يعيشون فيها منذ العهد السلجوقي والعثماني، وفي الأزمة السورية شارك السكان التركمان بصورة رئيسية في العمليات العسكرية ضد القوات النظامية السورية، ويقدر عدد التركمان في سوريا بنحو 3.5 مليون بحسب أحزاب سياسية تركمانية ينتشرون في أغلب المحافظات السورية، فيما تعد منطقة باير بوجاق من أولى مناطق التركمان التي خرجت في تظاهرات معارضة لحكومة الرئيس بشار الأسد وخضعت لسيطرة المعارضة منذ صيف عام 2012، كما تعد مدينة حلب والمناطق الشمالية لمحافظة الرقة من المراكز الرئيسية للتركمان المنتشرين في معظم أرجاء سوريا، وللتركمان وجود في الجولان المحتل. ويخطط حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان لإقامة منطقة آمنة على الرغم من نفي الأمريكي لاتفاق كهذا مع الأتراك. ويرى كثير من المراقبين أن تأسيس ميليشيات تركمانية بدعم تركي كامل هو مخطط تركي لمواجهة النفوذ الكردي شرقي سوريا وعلى الحدود السورية التركية، إلا أن القرى التركمانية الواقعة في القسم الجنوبي من منطقتي سلوك وسيرين الواقعتين بين بلدتي عين العرب كوباني وعين عيسى تخضع لسيطرة تنظيم داعش، في حين تخضع القرى التركمانية الأخرى شمال الرقة لسيطرة تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وبإنشاء قوات تركمانية بدعم تركي يتوقع أردوغان أن يطهر التركمان هذه المناطق لتصبح الحدود السورية التركية كلها آمنة بعد انسحاب جبهة النصرة من ريف حلب الشمالي. والجدير ذكره أن التركمان ينتشرون أيضا في فلسطين المحتلة والعراق وإيران، وهم ينتمون إلى المذهبين الشيعي والسني. نشر فرع ولاية سيناء المصرية التابع لتنظيم داعش صورة على تويتر تظهر ذبحه رجلا كرواتيا كان قد هدد بذبحه الأسبوع الماضي. وكان داعش قد بث فيديو على الإنترنت في الخامس من آب الجاري تضمن تهديدا بقتل الرهينة توميسلاف سلوبيك في غضون 48 ساعة إذا لم تفرج السلطات المصرية عن سجينات وصفن بالأسيرات المسلمات في السجون. وكان لوبيك البالغ 31 عاما وهو أب لطفلين ويعمل في شركة فرنسية قد اختطف في 22 من تموز الماضي في ضاحية 6 أكتوبر. أعلن رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً عبد الله الثاني استقالته على الهواء مباشرة مساء أمس في خلال برنامج تلفزيوني عبر قناة ليبيا روحها الوطن. وأتمنى أن يكون أرضيت ضميري بالدرجة الأولى وقمت بمسؤولياتي وبما يرضي يملي علي ضميري، ونطلب من الجميع أن يغفر لي وإذا أخطأت، ونطلب من الجميع أن يعفيني من هذه المسؤولية. ومن هذه اللحظة أنا أقدم استقالتي مباشرة لمجلس النواب، واعتبرها من يوم الأحد ستقدم بشكل رسمي. هذا ليس من إلى النشرة الفنية وشادي خليفة. مساء الخير كريستين. تم اليوم تشييع جثمان الممثل القدير نور الشريف اللي توفي امبارح من بعد صراع مع المرض. تفاصيل التشييع من القاهرة مع زميلتنا منى عشماوي. ملتحفا بعلم مصر داخل نعشه يودعه أحباؤه ويلقون عليه السلام الأخير، لتشيع جنازته من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة الظهر وسط حشد فني ضم رموزا كبار، بعضهم من جيله والبعض الآخر من تلامذته. ورغم حرارة الجو الشديدة إلا أن ذلك لم يستطع أن يثني العاشقون لفن العبقري العملاق نور الشريف من حضور جنازته وحمل نعشه على أكتافهم. أغلبهم خنقه الحزن والدمع فلم يجد كلاما يصف ما يشعر به، والقليل من الحاضرين وقفوا ليقدموا عزاءهم عبر شاشات التلفزة تقديرا منهم لرحيل آخر الرجال المحترمين، عذرا هي ليست عبارة بل أحد أفضل أعمال نور الشريف الرائعة. مش عارفة أقول لك إيه، مهما تتكلم عن نور الشريف ما تقدرش توفي. ويكفي بأنه طول مشواره الفني حقق
كثير جدا من الأشياء اللي حتظل ترمز وتشير على أهمية نور الشريف كفنان. البقاء لله يعني خسارة كبيرة بالنسبة لمصر، إن شاء الله ربنا يعوض الفن. لنور الشريف في ذاكرة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية 7 أفلام رائعة، بينما في تاريخ الدراما فله أعمال لن ينساها محبوه مثل الحاج متولي ولن أعيش في جلباب أبي. أنا مش عاوز منادة، أنا تعبان، ولعلمك اللي هتزعلها كأنها بتزعلنا. أما البداية فكانت في أواخر 60s مع مسلسل القاهرة والناس، ولا نستطيع أن ننسى رائعته هارون الرشيد، بالإضافة إلى تقديمه لشخصية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وكانت تبقى في أعماقه رغبة لتقديم شخصية سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب والقائد نور الدين محمود زنكي، إلا أنها يبدو ستظل مجرد رغبات. أغلبية المبدعين راحوا واللي فاضلين حاجة بسيطة قوي. كان أستاذ كبير جدا، وأنا لي فضل عليا كبير جدا جدا، فإنه هو اللي دخلني المعهد وهو اللي كان أستاذي. بعد صراع مع المرض يرحل نور الشريف تاركا تركة من الأعمال المتميزة كان آخرها في السينما بتوقيت القاهرة، وآخرها في الدراما أولاد منصور. نور الشريف كان دائما البحث عن قضية، ندم في حياته لعدة أفلام قليلة قدمها، إلا أنه كان راضيا عن أغلب أعماله والتي كانت ذات مغزى وعبرة. أوقعه القدر في محن كثيرة، خاصة تلك التي جاءت إبان تقديمه لفيلم ناجي العلي، لتقاطعه الكثير من الدول العربية وتمنع عرض أفلامه لسنوات. كذلك تعرض لانتقادات شديدة بعد تقديمه كلا من فيلم الكرنك والمصير. أما علاماته البارزة في السينما فهي سواق الأتوبيس والعار حدوتة مصرية والبحث عن سيد مرزوق، بالإضافة إلى أول أفلامه قصر الشوق، والذي يعود الفضل في تقديمه لهذا الدور إلى الفنان الكبير عادل إمام الذي قدمه للمخرج الراحل حسن الإمام. آخر عمل عملته معاه كان الدالي 3، كان بيرشدني برضه. لو تسألي أي حد في الوسط الفني نور الشريف علمه، أي حد اشتغل مع نور الشريف يتعلم من نور الشريف. 50 عاماً من العطاء لم يقبل فيها كرسي الوزارة، لم يقبل أن يرشح نفسه للانتخابات البرلمانية والتي كان النجاح له فيها مضموناً، لم يسعى لأي ألقاب، فهو كان واثق بأنه متربع داخل قلوب الملايين من العرب، فهو وحده الذي صدقناه في كل شخصية قدمها، وهو وحده الذي جعلنا نفكر ماذا بعد أيها النور المشتعل بكل شخصيات الدنيا. منى عشماوي، الجديد من القاهرة. أطلقت مايا دياب ألبومها الجديد اللي حمل اسم ماي مايا والفيديو كليب الخاص بالعمل، وأكدت أنها مقاومة فنية وتصر على تحدي كل الظروف ولو كانت صعبة. ورغم غياب أغنيات زياد الرحباني عن ألبومها الجديد، مايا بتأكد أنه علاقتها فيه ممتازة، وليه بعدها بعيدة عن التمثيل، وهل راجعة إلى تقديم البرامج؟ الإجابات من مايا دياب بهاللقاء. مايا، تصرين على الاستمرار، يعني كتار من الفنانين بيقولوا بأنه الوضع سيء، في إرهاب ببعض الدول، أنت بتقولي لا، بتقولي أنه لازم كل فنان يضل عم بيقاوم. أنا الإرهاب الفني، فكل واحد بيحارب بطريقته. يعني أنت ضد أنه أي شخص يوقف نشاطه أو يقول الوضع تعبان؟ ليك، نحن أتعب وضع بالعالم العربي لبنان،
وما وقفت ولا ثانية عنا الأوضاع السيئة والحرب واستمرينا. وبعتقد هالحالة وهالوضع اللبناني ودى أنه يكون في عنا مبدعين هالقد، فنانين هالقد، ناس شاطرين مثل حضرتك شادي هالقد. بعتقد من الأسل عشنا ومن الحرب، فهون لازم نحن ناخد إيجابية الأوضاع. وبعتقد إذا ما رح توقف نحن لازم نستمر، وإذا كل واحد عنده دومين معين بشغله بده يكمل فيه لأنه كلنا بدنا نعيش. فأنا ضد أنه نوقف. شهر رمضان تابعنا كتير مسلسلات وانت عرض عليك كتير، ليه بعد هيدي الخطوة مش عم تكتمل؟ لأنه عم كمل خطواتي الناجحة. ألبومي كان برايوريتي عندي، التمثيل منه برايوريتي، ولما يجي وقته ببقى بخبرك شادي. بهيدا الألبوم رح يكون في أغاني زيادة رحبانة؟ نو، أغاني زياد لوحدهم. موعدة مع زياد بكرة بعد الظهر إذا بتحب تجي. في موعد يعني يلي قالوا بمحل معين انه في عتب انه مايا عم تتاخر، بيقولوا البدون اياه. انا علاقتي بزياد الرحباني ما حدا بمسها لا قيل ولا قال. رح ترجعي على تقديم البرامج؟ ايه بشي حلو ان الله رد. بوسة نجوى كرم هالمرة لعريسة طفل الشهير. لا لا نجوى بنام بدي اتزوجها. شو؟ بدي اتزوج نجوى كرم عم بنام برقة. بس حبيبي حبيبي اسمع. لا 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 بدك تتزوجها نجوى كرم؟ ايه. ليه بدك تتزوجها؟ مين الأحلى ماما ولا نجوى؟ نجوى. نجوى أحلى من ماما؟ ايه. شو بتقول نجوى شو بتقول؟ ما تقول حد ما قالت لك شيء؟ ما ردت عليك على المسج؟ شو بتقلها؟ يلا نجوى عم تشوفك هلا شو بتقلها؟ انا نحبك كثير. بعدما نشرت نجوى كرم فيديو للطفل الذي طلب الزواج منها وهو يبكي بحرقة وذلك لعدم ردها عليه واستجابتها لطلبه، نشرت نجوى كرم فيديو لها ردت فيه عليه محققة جزءا من حلمه. أنور كيفك؟ أنا نجوى كتير زعلت لما شفتك عم تبكي، بس بنفس الوقت كنت فرحانة لأنه شفت قديش بتحبني، وأنا حبيتك كتير، قهرت لي قلبي لأنه شفتك عم تبكي هيكي. لازم شوفك قريبا، بس ما بديك تبكي، بديك تحبني من دون ما تبكي، وهذه بوسك. أعطيني بوسة قبل النوم وغمرة صغيرة تواسيني، صبرني لتاني يوم، تخدرني وتغديني. أعطيني بوسة قبل النوم. العصيان البرتقالي من الأطراف إلى قلب بيروت. وحضروا حالكم على التسونامي الجاي قريبا. ياسعون سقط من لوائح الشطب وفاز. سجل سقط سهوا اسم المرشح النقيب ياسعون. السلام في بيروت والكلام في دمشق. هدنة مؤقتة في الزبدان وقصف يستهدف دمشق. كان في النشرة سواق الأوتوبيس إلى المحطة الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.